أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف 11. هذا هو الأسبوع 12. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع 12. كونوا معي. ولازلنا في الفصل الثاني، نظام الحكم والإدارة في عهد الإمارة. سنتعرف إلى نظام الحكم في إمارة شرق الأردن، حيث تشكلت حكومة مدنية نيابية وجعل السكان شركاء في الإدارة. وجه الأمير عبد الله بن حسين في 27 من شهر آذار عام 24 خطابا للأمة، في أنه يرجو لهذا الشعب نهوضا مضطردا ومشروعا. وقد أوضح التزام الحكومة على انتهاج الطريق الدستوري التدريجي الذي يعد الأمة في النهوض إلى مصاف الأمم الحية، حتى إذا رسخت أوضاع النهضة القومية في هذه المقاطعة نال الشعب القسم الأتم والأكبر من الحياة الدستورية الناضجة. بعد ذلك سننتقل إلى السلطة التنفيذية. تكونت السلطة التنفيذية مما يأتي: الأمير، اتخذت إمارة شرق الأردن منذ نشأتها عام 21 من النظام الأميري طابعاً للحكم فيها. هنا بيع الأمير عبد الله بن الحسين السكان أميراً عليها. صدر القانون الأساسي وهو البدايات الأولى للدستور الأردني عام 28، أصبح في نظام الحكم وراثياً في الذكور من سلالة الأمير عبد الله بن الحسين. أما صلاحيات الأمير فهي تتلخص بما يأتي: التصديق على القوانين وإصدارها ومراقبة تنفيذها، حماية أراضي الدولة والدفاع عنها، عقد المعاهدات والاتفاقيات التي تخدم مصلحة البلاد، الدعوة لإجراء الانتخابات العامة، إعلان الأحكام العرفية، تخفيف الأحكام أو التجاوز عنها بعفو خاص، إصدار ألقاب الشرف ومنح الرتب العسكرية والأوسمة. أيضا مجلس الوزراء. تشكلت أول حكومة أردنية في 11 من شهر نيسان لعام 21، وقد اختارها الأمير عبد الله بن الحسين على أساس قومي برئاسة رشيد طليب. اتألفت من 4 أعضاء سوريين وعضوين من الحجاز وعضو من فلسطين وعضو واحد من شرق الأردن هو علي الشرايري. وقد أطلق على هذه الحكومات مسميات مختلفة مثل مجلس المشاورين ومجلس المستشارين ومجلس الوكلاء والمجلس التنفيذي ومجلس النظار. التقسيمات الإدارية في عهد الإمارة كانت على عدة مراحل. المرحلة الأولى هي التقسيمات الإدارية من عام 21 إلى عام 27. قسم شرق الأردن إلى 3 مقاطعات: الكرك، السلط، العجلون. يرأس كل مقاطعة متصرف، تتألف كل مقاطعة من أقضية يرأس كل منها قائم مقام، ومديريات يرأس كل منها مدير ناحية. عدل التقسيم السابق عام 23 ليتكون شرق الأردن من 6 ألوية: الكرك، مادبة، عمان، السلط، جرش، إربد. عام 27 هناك أصبح حاكميات بدرجات مختلفة: حاكمية من الدرجة الأولى إربد، السلط، الكرك، معان، من الدرجة الثانية عجلون، جرش، عمان، مادبة، الطفيلة، العقبة، من الدرجة الثالثة الرمثة، أم قيس، الكورة، بني كنانة، تل الربيع، الياقورة، الزرقاء، وادي السير، الجيزة، ذبيان، غور الصافي، الشوبك. المرحلة الثانية وهي التقسيمات الإدارية من عام 28 إلى عام 46. بموجب القانون الأساسي أصبحت التقسيمات الإدارية حسب الخريطة التي تظهر أمامكم. تأسيس نواة الجيش العربي. هنا تعود بدايات تشكيل الجيش العربي إلى نخبة من المقاتلين الأوائل من جنود الثورة العربية الكبرى الذين قدموا مع أمير الحجاز من الحجاز،
وأبناء القبائل الأردنية الذين هبوا لاستقبال الأمير، وبعض الضباط الذين شاركوا في معركة ميسلون، إذ شكل الأمير عبد الله بن الحسين نواة الجيش العربي الأولى في معان عام 21 عام 20 في 21 من تشرين الأول، وقد تألفت من 25 ضابطاً و 250 جندياً. هذه هي المراحل التي مر بها الجيش العربي في تكوينه، المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، في كل منها تفاصيل وسنوات استمرار. دور الجيش العربي في التنمية، كان هناك دور لهم في التعليم، حيث شجع الجيش العربي أبناء القبائل البدوية والقرى على التعليم. الصحة كان له دور كبير في مكافحة الأمراض المعدية كالملاريا. الزراعة والصناعة، هنا كان للجيش العربي دور كبير في شق الطرق في الأماكن الوعرة مثل جبال عجلون والكفارات واستصلاح الأراضي الزراعية. الأمن الداخلي، أصدر الجيش الجوازات والتأشيرات بعد إنشاء مصلحة الجوازات ومنح الجنسية الأردنية، وأصدر رخص السيارات واعتنى بالسياح. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال هذا الأسبوع، الأسبوع الثاني عشر. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.